نعم، هناك بعض الرسائل أيضا الخارجية سيد فضل الله، قال نرفض تدخل الإملاءات الخارجية على السودان، ليس هناك مستقبل أو وجود للدعم السريع وداعميه في السودان. فيما يتعلق بداعميه، هل هذه الرسالة تصل برأيك ويكون لها ما بعدها؟ الرسالة لداعمي الميليشيا من سواء كان دول إقليمية قريبة أو دول إقليمية بعيدة مثل دولة الإمارات وغيرها، وصلت لهذه الدول من خلال المواقف القوية لأصدقاء السودان داخل مجلس الأمن. وأعتقد أن الفيتو الذي استخدمته روسيا لصالح السودان ولصالح السيادة الوطنية في السودان ولصالح القوات المسلحة ولصالح الشعب السوداني هو الذي أحدث كثير من التحولات في المواقف، إلى جانب المواقف الصلبة جدا للحكومة السودانية وللشعب السوداني الذي التف حول القوات المسلحة رغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها ورغم فقده ورغم الأعداد الكبيرة التي نزحوا ولجأوا من خلال ممارسات هذه الميليشيا. ولكن أعتقد أن الدول التي تناصر الميليشيا إذا لم تصحح مواقفها لم تستفد من هذه المواقف أفتكر ستدفع الثمن قاضي خلال المرحلة القادمة سواء كان اقتصاديا أو مواقف حتى دبلوماسية. أعتقد أن البرهان عندما تحدث عن الذين كانوا يقفون في المساحات الرمادية نحن أيضا سنعاملهم بالمثل، وفي الأيام القادمة عندما يطلبون مساعدتنا سنقف معهم في هذه المساحة أيضا. هو يعني ما يقول، أعتقد حركة التاريخ لن تتوقف، ما يتعرض له السودان ستتعرض له كثير من المحاور التي تعمل على دعم زعزعة وأمن السودان، وهي أيضا ليست ببعيدة من مثل هذه الممارسات. وأعتقد أن السودان تحمل هذه الحرب وهذه المؤامرات تحملها بقوة شعبه، بقوة قوات سياسية تحمله، بقوة قواته المسلحة والقوات الأمنية التي تناصر القوات المسلحة وتقف مع خندق واحد سواء كان المستنفرين من الشعب السوداني أو من حركات الكفاح المسلحة اللي الآن تسمى القوات المشتركة، والتي عصمت هذه القوات أيضا من الميليشيا من أن تعبث بالفاشر أو أن تغدر بها رغم المحاولات المتكررة، أكثر من 160 هجوم على مدينة الفاشر ولكنها ظلت صامدة بإرادة الشعب السوداني بإرادة القوات المشتركة والقوات المسلحة.